من أعرق المدن المغربية وأقدمها مدينة تارودانت التي تمتاز بصورها القديم وجمال مناظرها ووفرة مياهها. وقد أدت هذه المدينة أدواراً طلائعية في بناء المنظومة الفكرية المغربية عموماً والسوسية على سبيل الخصوص في مختلف مراحل التاريخ المغربي قديمه وحديثه. وإيمانا من رجال العلم والثقافة بهذه المدينة العريقة بضرورة المحافظة على توهجها وتألقها العلمي على الصعيدين المحلي والوطني، فقد أجمعوا على جعل حاضرها لا يقل إشعاعا عن تاريخها المشرق. ومن المؤسسات التي تجندت لتحقيق هذه الغاية مؤسسة سوس للمدارس العتيقة من خلال مواسمها العلمية العديدة التي تناولت قضايا دينية ووطنية متنوعة. فتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى وعمالة تارودانت، أقامت المؤسسة هذه السنة موسمها السنوي السادس في موضوع دور العلماء في المملكة المغربية، استجلاءً لمكانة هذه الفئة الوازنة في المجتمع المغربي وقدرتها على حماية الخصوصيات الدينية والوطنية والروحية لهذا البلد الأمين وحرصها الدائم على صلاح أحوال أهله واستيعاب ما يواجههم من تحديات وما طرأ على معاشهم اليوم من مستجدات. كان موضوع هذه الدورة هو دور العلماء في المملكة المغربية الشريفة، واختيار هذا الموضوع وليد شعور المؤسسة بأهمية العلماء وأهمية دورهم في الأمة. هذا الشعور تريد أن تنقله للمواطنين والمواطنات وخاصة للأجيال القادمة الصاعدة كما يقال، حتى تحتضن الأمة العلماء وتحترمهم وتجلهم وتسألهم عما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وتثق بإجاباتهم وإرشاداتهم وتطبق تلك الإشارات التي يشيرون بها عليها، لأنهم سيجدون بركة ذلك في حياتهم. وهذه الدورة كسابقاتها فيها عروض وندوات وموائد مستديرة كلها تدور حول هذا الموضوع. المؤسسة سوس للمدارس العتيقة حينما اختارت أن تنظم في كل شهر أبريل من كل سنة الموسم السنوي للمدارس العتيقة الذي تستضيف فيه مجموعة من المدارس العتيقة لتشارك بإحياء أمسيات هذه الدورة السادسة التي تنظمها المؤسسة بتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى وعمالة إقليم تارودانت، تحرص كل الحرص أن تكون هذه الدورة بها أنشطة مختلفة. بعد الجلسة الافتتاحية التي تضمنت كلمات مقتضبة عن الموضوع وسياقات الحديث عنه وطنيا ودوليا، شرع المشاركون في الموسم السنوي السادس لمؤسسة سوس للمدارس العتيقة في مدارسة المواضيع العلمية الدقيقة على مدار أسبوع كامل تضمن 13 محورا، من أبرزها مكانة العلماء في الإسلام الذي تطرق فيه الأساتذة المتدخلون لمكانة أهل العلم في القرآن والسنة ومن خلال أقوال العلماء. جاءت هذه الندوة بعنوان مكانة العلماء في الإسلام، وتناول فيها السادة الأساتذة الباحثون أصحاب العروض هذه المكانة من خلال الكتاب ومن خلال السنة ومن خلال أقوال العلماء. فخلاصة القول في هذه الندوة أن العلماء رفع الله شأنهم في كتابه وفي سنة نبيه، فعليهم كما عقب بذلك أستاذنا الفاضل سيدي الأزيد الراضي أن يشعروا بهذه المكانة، أن يرفعوا مكانهم بعد أن رفع الله مكانتهم. هكذا يكون العلماء في مستوى تطلعات مولانا أمير المؤمنين في هذا البلد الأمين حفظه الله وأيده. جاء العرض الثالث وهو الذي تفضلت به، وتحدث عن مكانة العلماء من خلال أقوال العلماء، وبالتالي استعرضت مجموعة من أقوال السلف بدءا من الصحابة والتابعين والسلف وحتى بعض العلماء المعاصرين، ومن خلالها تحدث هؤلاء عن العلماء
ورفعوا مكانتهم وبينوا منزلتهم ونصحوهم بأن يكونوا حريصين على هذا العلم حتى يحرسهم هو أيضا. وختمت الندوة بتدخلات أجابنا عنها، وفي نفس الوقت تدخل السيد رئيس المؤسسة مشكورا بتعقيب شاف واف. كما خصص المشرفون على الموسم السنوي السادس للمدارس العتيقة محاضرة علمية موسعة لمناقشة موضوع حاجة الأمة إلى العلماء. بيّن فيها الدكتور يزيد الراضي رئيس مؤسسة سوس للمدارس العتيقة ورئيس المجلس العلمي المحلي لتارو دانت الحاجة الملحة إلى العلماء الربانيين القادرين على البلاغ المبين في أمور الدين بالحكمة والموعظة الحسنة والمنهج الوسطي المعتدل الذي لا تفريط فيه ولا إفراط. كان لي شرف إلقاء محاضرتين في إطار هذه الدورة السادسة من الموسم السنوي للمدارس العتيقة المنظم في مدينة تارو دانت تحت الرعاية الملكية السامية من قبل مؤسسة سوس للمدارس العتيقة بتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى وعمالة إقليم تارو دانت. تلك المحاضرة كانت تدور حول حاجة الأمة إلى العلماء، وهذه الحاجة أبرزتها في مستويات متعددة، فهي تحتاج إلى العلماء لتفقيهها في دينها، لتعليمها ما تجهل من أمور دينها ودنياها، لتعلمها ما لا يتم الواجب إلا به، يعني تعلمها ما تحتاج إليه في عبادتها، صلاة، زكاة، صوم إلى آخره. إذن لا تستغني الأمة فيما يخص تعلمها عن العلماء. هذا مستوى أول. ثم هناك مستوى شديد الارتباط بهذا وهو مستوى التربية الروحية، ما سميناه بالمستوى التعليمي والمستوى التربوي. وفي جلسة علمية مشتركة بعنوان مقومات العالم المغربي فصل الأساتذة المتدخلون في الكفاءات العلمية والخلقية والوطنية والتربوية للعلماء، مؤكدين أن توفر هذه الكفاءات أو المقومات المغربي تجعل مهمته ناجحة ومحققة للأهداف المرجوة. هذه الجلسة التي تدارست مقومات العالم المغربي، هذه المقومات التي تحتاج إلى كفاءات علمية، كفاءات خلقية، كفاءات وطنية وكفاءات تربوية. فالعالم المغربي لا بد له أن يجمع بين هذه الكفاءات كلها لكي يكون إن شاء الله معطاء، لكي يكون منفتحا على واقعه، لكي يكون إيجابيا في الانخراط في كل ما يهم مجتمعه ووطنه، ولكي إن شاء الله يكون نافعا لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولوطنه ولأمته الإسلامية بشكل يعني كبير. ظل العلماء عبر التاريخ يقفون سدا منيعا في وجه كل معتد أو متطاول على وطننا وعلى أرضنا وعلى بلدنا وعلى مقدستنا. فالعلماء كما يحمون الشريعة والقرآن والأخلاق والعقيدة يحمون كذلك الثغور ويرابطون فيها ويحمسون الناس عندما يكون الحال يقتضي ذلك ويهدئونهم عندما يقتضي الحال ذلك. ورسالة العلماء في هذا الباب المغاربة رسالة كفاحين وعطائين وجهادين وصبرين وتضحيات، وقد امتلأت كتب تراجمنا وكتب التاريخ بهؤلاء الأعلام النماذج. وما بالعهد من قدم، فليكفي الحال أن نستذكر رجال الحركة الوطنية الذين أعادوا الشرعية للمغرب بعد دخول فرنسا المستعمرة، ووقفوا مع شرعية الملك المجاهد محمد الخامس رحمة الله عليه، ودافعوا عن البلاد وعلى العرش وعلى صاحب العرش، ووقفوا بجانبه في السراء والضراء، وكانوا كذلك مع نجله الحسن الثاني رحمه الله ومع ابنه البار مولاي محمد السادس شفاه الله وعافاه ونصره. فما زال العهد هو العهد، لأنهم يعتقدون أن هذا من البيعة الشرعية التي هي مرتبطة بالعقيدة الإسلامية. مداخلتي كانت حول الكفاية أو الكفاءة العلمية للعالم المغربي.
والمقصود بالكفاية الاطلاع الواسع أو الموسوعية التي يتميز بها العالم المغربي. وهذه الموسوعية نابعة أو سببها التكوين الذي يتلقاه العالم المغربي في المدارس العلمية الأصيلة فيما مضى وحتى إلى الآن. وتتميز هذه الموسوعية أو ثقافة العالم المغربي بالموسوعية والتنوع. كما كان الحضور على موعد مع جلسة علمية أخرى في موضوع المرأة المغربية العالمة، عالجت مداخلاتها النسائية إشراك المرأة في المجالس العلمية والوعظ والإرشاد عند العالمة المغربية، ثم تقويم تجربة المرأة العالمة بإيجابياتها وصعوباتها. كان موضوع مداخلتي في ندوة اليوم المخصصة للمرأة المغربية العالمة كان هو حول المرأة المغربية العالمة، وبالضبط إشراك المرأة المغربية العالمة في المجالس العلمية. هذا الإشراك اللي تميز به عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله عندما قام بتفعيل هذه المجالس في أبريل 2004، وجهت تفعيل هذا في ظرفية عالمية وإقليمية ووطنية اتسمت بالكثير من المستجدات. وكان فعلا هذا القرار ديال إشراك المرأة العالمة في المجالس العلمية كان قرارا صائبا ويدل على حكمة أمير المؤمنين وعلى بعد نظره حفظه الله، لأن دخول المرأة المجالس ضخ في هذه المجالس دماء جديدة، فأصبحت أكثر حركية أكثر قربا من المواطنين. المجالس لم تعد تقوم بذلك الدور التقليدي اللي كانت تقوم به في الماضي اللي هو اختبار الأئمة وامتحانات زكية وغير ذلك والفتاوى، أصبحت كتقوم بالعمل الخيري، العمل الإحساني، العمل الاجتماعي، محو الأمية، دروس الوعظ والإرشاد بواحد الشكل كبير في المساجد، والحمد لله هذا كله استفادت منه الساكنة في جميع ربوع مغربنا الحبيب. أود أن ألخص البحث الذي قدمته صباح اليوم في نقاط ثلاث. الوضع الوعد والإرشاد لدى المرأة المغربية العالمة قديما، بدءا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ثم سيرا على نهج العالمات في العصور الأخرى الموالية، ثم تطرقت إلى وضع المرأة المغربية العالمة ومدى قيامها بمهمة الوعظ والإرشاد في زمننا الحاضر ومدى قيامها بهذه المهمة أحسن قيام. ثم في الأخير تطرقت إلى نقطة أخيرة تعلقت يعني الآفاق المستقبلية للعمل المرأة المغربية العالمة ودورها في نشر قيم الفضيلة وقيم الدين الإسلامي السمح في مجتمعنا المغربي. كان موضوع مداخلتي ضمن هذه الندوة السنوية هو تقويم تجربة المرأة العالمة، الإيجابيات والمعوقات. باختصار أذكر من بين الإيجابيات أن تمثيلية المرأة في المجالس العلمية هو في حد ذاته عودة بالمرأة للوضع الصحيح، سواء المرأة العالمة التي عادت للقيام بمهمتها مهمة الوعظ والإرشاد، أو المرأة المتلقية التي استفادت من دروس الوعظ والإرشاد في المساجد. بالنسبة للمعوقات يمكن أن نذكر شساعة الإقليم، فنفوذ المجالس العلمية شاسعة وواسعة بحيث يصعب أن تصل العالمة إلى كل الضواحي وكل الأماكن والقرى النائية، بالإضافة إلى وعورة الطريق وإنعدام وسائل النقل المناسبة خصوصا في فصل الشتاء. وبهذا في تعميم الاستفادة مما هيأه بعض العلماء المشاركين في موضوع الدورة، انتقل ضيوف مؤسسة سوس للمدارس العتيقة في اليوم الخامس من أيام المنتقى إلى منطقة أزون قبيلة إيدو نظيف، وتحديدا لمدرسة سيدي محمد النظيفي للتعليم العتيق البعيدة عن مدينة تارودانت بنحو 120 كيلومترا، حيث تمت مناقشة انخراط العالم المغربي في المجتمع على مستويات الثوابت الدينية الوطنية والوحدة السياسية والوطنية ونشر قيم التضامن والأخوة والمحبة. هذه المداخلات أو التدخلات
لديها مكاسب كثيرة. المكسب الأول من هذه المكاسب أن تلك العروض ألقيت باللسانين، اللسان العربي واللسان الأمازيغي، فاستفاد من هذه التدخلات وهذه العروض كثير وكثير من الناس، من المستمعين والمستمعات، من الصغار والكبار والرجال والنساء والذكور والإناث. هذا هو المكسب الأول. المكسب الثاني وهو أنه حقق تواصلاً كبيراً بين أبناء القبيلة وبين الطلبة الذين جاءوا من الحاوز وجاءوا من عدة أماكن، وفقها المدارس العتيقة وأساتذة وباحثين إلى غير ذلك من 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 المكاسب الكبرى التي تحققت في هذا اللقاء المبارك العلمي الرباني. يتناول هذا الموضوع انخراط العالم المغربي في مجتمعه عن طريق نشر العلم والتنوير المعرفي، وذلك أن العالم وهو الذي يعرف أحكام الشريعة وله اتصال بالفكر وبالثقافة يعمل دائما على توجيه مجتمعه وتوفير المعرفة العلمية الرصينة المؤسسة على القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وعلى اجتهادات العلماء، خاصة عندنا في المغرب نحن نتبع المذهب المالكي، إمام عالم أهل المدينة وطلبته ومن جاء بعده. فالعالم هو الذي يوصل هذه المعرفة إلى المجتمع عن طريق عدة مهام يقوم بها، منها مثلا التعليم، فهو يعني يعلم في المدارس العتيقة وينشر المعرفة على الطلبة، كما أنه يقوم بوعظ وإرشاد عامة الناس في المساجد والمواسم وكل أماكن التجمعات ليقرب إليهم هذه المعرفة الشرعية، كما أنه معتمد في الاستشارة، الناس يستشيرونه في أعمالهم، ويستشيره الأمراء والولاة، ويستشيره الملوك. ويحدثنا التاريخ أن عددا كبيرا من علماء الملوك المغرب كانوا يتخذون مجالس علمية يناقشون فيها أمور الدين والعقيدة وكذلك شؤون الحكم مع جملة من العلماء الأماثل والبارزين على الصعيد الوطني. كما يقوم العلماء لنشر العلم بالتأليف، والتأليف عندنا مثلا في منطقة سيس هناك تأليف بالعربية وكذلك تأليف بالأمازيغية، كان من الغرض منه تقريب العلم من عامة الناس الذين لا يعرفون حتى الحروف الهجائية، فيسمعون ويحفظون ويعون ويطبقون. إذن هذه جملة من الأمور التي كان يتوسل بها العالم لتقريب المعرفة العلمية إلى مجتمعه وخدمته، خاصة أن هؤلاء العلماء كانوا دائما يحبون مجتمعهم ويسعون لحمايته ولترسيخ المعرفة فيه وتنميته وازدهاره. كما تطرق بعض الأساتذة المشاركين في هذا الموسم العلمي الوطني ضمن محور العلماء المغاربة والتحديات إلى ما يواجه أهل العلم من تحديات مختلفة، بعضها تعود إليهم وبعضها يعود إلى عموم الناس أو طبيعة العصر، بالإضافة إلى التحديات الوطنية المشتركة. هذه الندوة كانت مخصصة في عروضها كلها للتحديات التي واجهها العلماء المغاربة، فهي تحديات كثيرة تفرضها الساحة العلمية في العالم كله وفي العالم الإسلامي وفي المغرب خاصة، فكان لا تداخلات كلها تصب في هذا المجال من أجل إحياء همم العلماء وبيان الجهات التي ينبغي أن تنصرف إليها جهودهم من أجل خدمة العلم الشريف والشريعة في هذه البلاد، حتى تبقى هذه البلاد إن شاء الله مستمرة على توابتها واختيارتها الدينية. فهذه هي الخلاصة الجامعة لهذه الندوة ولهذه التدخلات كلها، وكانت خاصة تنصب على الجانب العملي، الأمور العملية التي ينبغي أن يتقدم إليها العلماء ويكونوا حاضرين فيها لرد الشبهات والمشاكل التي تطار من هنا وهناك من جهات مختلفة، وبالله التوفيق. كان موضوع مشاركتي حول التحديات الوطنية التي يواجهها ويجابهها علماء المغاربة، وبطبيعة الحال ركزت على بعض التحديات العقائدية والتحديات السياسية والوطنية، وقسمتها إلى تحديات ما قبل الاستقلال وتحديات ما بعد الاستقلال، وكيف أن العلماء كانوا في مستوى هذا التحدي ولم يستسلموا قط إزاء هذه الابتلاءات التي يجدونها في طريق الصلاح والإصلاح ونشر العلم. بالموازاة مع الأنشطة العلمية المكثفة التي عرفتها أيام الموسم السنوي السادس للمدارس العتيقة، تضمن برنامج هذا الملتقى العلمي السنوي مسابقات علمية بين طلبة مدارس التعليم العتيق في الفقه والعقيدة واللغة والحديث والسيرة والتصوف، وذلك بالجامع الكبير لمدينة تارودانت. جرت المسابقة في عدة مواد، منها الحديث والتصوف والفقه والسيرة النبوية والنحو، وجرت المسابقات في جو مناسبين أخويين وديين حبيين، وهذا هو المقصود
من تنظيم هذه مثل هذه اللقاءات. مستوى الطلبة مستوى حسن أو جيد، فالطلبة حينما اختبرناهم في المواد التي تدرس بالمدارس العتيقة كانوا في المستوى، وأجوبتهم كلها محمودة، ويعني يظهر ذلك من خلال كل ما أدلوا به في أجوبتهم. الأسئلة كذلك كانت والحمد لله سهلة، قد أجبنا عليها كلها، ونتمنى أن تكون كلها إن شاء الله صحيحة. وكذلك يعني الشيء الأسمى من هذا يعني الملتقى هو أن نتعارف ونتواصل وأن نتعرف على علماء وشيوخ وفقهاء أكثر. هذه المسابقة التي تتيح لنا الفرصة كي نجتهد أكثر ونبذل قدر جهدنا في سبيل طلب العلم، وخاصة عندما نلتقي فقهاء وعلماء الذين كرسوا حياتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. كما حفل برنامج الموسم بأمسيات دينية يومية متنوعة المواد والفقرات، اطرها أساتذة وطلبة المدارس العتيقة المشاركة في دورة هذه السنة، واتسمت بمنافسة شريفة بين تلك المدارس وطلبتها. تنطلق الأمسية بقراءة الحزب الراتب بالجامع الكبير لمدينة تارودانت بين العشاءين، ثم تتحول إلى ساحة 20 غشت، حيث يشنف طلبة المدارس العتيقة أسماع الحاضرين من أبناء تارودانت وزوارها بقراءات قرآنية جماعية وفردية وأمداح نبوية وقصائد شعرية ومسرحيات فنية. تبتدئ هذه الأمسيات مع المدرسة المشاركة، كل أمسية تشارك مدرسة، تبتدئ طبعا بالحزب، حزب الراتب، ثم تقرأ جزءا من الهمزية على ما عليه المدارس العتيقة، ثم بعد ذلك تقدم أنشطتها، منها ما يقدم الأنشطة يعني القصائد الشعرية، ومنها ما يقدم مسرحيات، وهناك من يقدم مسرحيات باللغات الأجنبية، وهذا يبين المستوى الذي وصلت إليه المدارس والتفتح والتطور الذي وصلت إليه المدارس العتيقة سواء في سوس أو في باقي ربوع المملكة. ومن بين الفقرات الدائمة المستمرة فقرة ثقافية تحفيزية تشجيعية، وهي فقرة سؤال الأمسية. هذا السؤال يكون خاصا لمجال من مجالات التعليم العتيق ومجال الشأن الديني في المغرب بصفة عامة، ثم يجاب عنه في الأمسية الموالية، وترصد له جوائز تحفيزية، جوائز مهمة مادية، وأيضا هي مهمتها في رمزيتها أساسا، وتربط المواطنين، مواطن هذه البلدة الطيبة، ومن يأتي من الأنحاء ومن جميع مناطق المغرب ليشهدوا هذا العرس الثقافي الديني الروحي. مدرسة الإمام مالك قامت بمجهودها وشاركت بطلبتها وبأساتذتها، قامت بقراءة الحزب في المسجد الكبير وبعض الأمداح النبوية كالهمزية وبعض يعني أمور ما يسمى بالنقاش في اللغة العربية. وبعد ذلك انطلقنا من المسجد الكبير إلى الساحة التي كانت فيها أمسية قرآنية وعلمية، وشاركت هذه المدرسة كذلك في هذه الأمسية بطلبتها. قرأوا الطلبة في هذه الأمسية قراءة القرآن حزب الراتب، ثم بعض الأمداح كالبرضاء، وقرأوا بعض المتون كالجمال إلى آخره. هناك كلمات ديال بعض الأساتذة ديال المدارس وأطر المدرسة، ثم بعض المسرحيات فيما يتعلق بين العلم والجهل، وفيما يتعلق بين الحق والباطل. الحمد لله لقد نجحت في امتحاناتها بإذن الله، ولله الحمد والله والشكر، والفضل دائما بعد الله سبحانه وتعالى. أن المدارس العتيقة في بصفة عامة على صعيد الوطني اللي هو دائما يؤيد المدارس وينجحهم ويسعدهم أمير المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يرعاه وأن يمتعه بصحة وعافية وأن يدوم
أمير المؤمنين على هذا البلد الأمين. وعلى هامش الملتقى وطيلة أيامه الثمانية أقيم معرض مفتوح بساحة 20 غشت اتسمت أروقته بالجمال الفني ومحتوياته بالتنوع الثقافي من خلال المنشورات العلمية لبعض مؤسسات التعليم العتيق المشاركة والألواح القرآنية الملونة والخطوط المغربية المزخرفة وغيرها مما أبرز ما عند المدارس العتيقة من رصيد علمي وبعد فني. المعرض الآن يحتوي على 32 رواقا فيه مدارس عتيقة من جميع جهات المغرب، تخصص لكل مدرسة رواق تضع فيه ما يبدو لها مما هو من التعليم العتيق، سواء في ألواح التعليم العتيق، كتب التعليم العتيق، المناهج الدراسية التي يدرسها الطلبة في مختلف الأسلاك التعليمية، إضافة إلى كتب ومخطوطات ومعروضات وصور أنشطة ومنجزات المدارس المشاركة. إضافة إلى أن رواق المؤسسة لم يقتصر على جانب الكتب ولكن انفتح على ما هو بيئي، فحاولنا تخصيص فضاء أخضر في بعض النباتات والطيور وما إلى ذلك حتى يعطي فضاء أخضر إلى جانب هذا الجانب العلمي في هذا المعرض. مشاركة المدرسة في هذه النسخة السادسة التي تنظمها مؤسسة سوس للمدارس العتيقة، جاءت هذه المدرسة للتعريف بالمنطقة وبالمدرسة العتيقة، وطبعا المشاركة ديال هذه المدرسة العتيقة هي عرض الأنشطة الثقافية والعلمية التي تقوم بها هذه المدرسة العتيقة داخل الإقليم. وطبعا كانت المشاركة في النسخة الرابعة للمدرسة العتيقة أكشقال واحتلت فيها الرتبة الثانية، وطبعا من بين الأنشطة التي قامت بها المدرسة هذه السنة وهو استقبال الطلبة الأفارقة المنحدرين من دولة غينيا كوناكري. ثم جاء اليوم الأخير ليؤكد المتدخلون في جلسته الختامية من جديد أهمية دور العلماء في المملكة المغربية وما يقومون به في سبيل هداية الناس ودلهم على أقوم الطرق الموصلة إياهم إلى بر الأمان والاطمئنان، وما يسعون إليه من جمع كلمة الأمة المغربية ووحدة صفها تحت راية أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما تم في هذا اللقاء الختامي توزيع الجوائز على المدارس العتيقة الفائزة في المسابقات التي أقيمت بالجامع الكبير تشجيعا لطلبتها على مواصلة مسيرة التحصيل العلمي والتألق المعرفي. هذه الدورات ومنها هذه الدورة أيضا مكنت طلبة المدارس العتيقة وفقهاءها من التواصل الإيجابي مع أساتذة الجامعة ومع أساتذة الثانويات ومع المهتمين بقضايا الفكر والعلم والثقافة، تواصلوا معهم، احتكوا بهم، تجادبوا معهم أطراف الحديث، سألوهم عن قضايا تشغل بالهم، فحصل والحمد لله ما توخته المؤسسة من تبادل الخبرات وتبادل التجارب وتبادل الإجراءات العلمية الكفيلة بتحصيل العلم. كذلك تعرف طلبة المدارس العتيقة بعضهم مع بعض، لأنه شاركت 7 مدارس من أقاليم متنوعة في المملكة المغربية، كل ذلك أعطى للدورة كما أعطى لسابقاتها ذوقا وطعما لذيذا خاصا متميزا. والحمد لله هذه الدورة كسابقتها آتت كلها الطيبة بإذن ربها، ونعتبر أن من أسرار نجاحها تلك الرعاية التي شملها بها مولانا أمير المؤمنين، لأن هذه الرعاية لها أسرار، لها بركات تسهم إسهاما كبيرا في نجاح الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية التي تحظى بهذه الرعاية. عقدت الجلسة الختامية للموسم السنوي للمدارس العتيقة وهي تتويج لأنشطة هذا الموسم من ندوات علمية وأمسيات دينية في المسجد وفي الساحة العمومية ومسابقات ورحلات علمية وغير ذلك من الأنشطة الكثيرة الغزيرة التي شهدها هذا الموسم، والتي توجت الحمد لله بالنجاح التام الباهر والتنظيم الدقيق والحضور اللافت للعلماء والباحثين والفقهاء والطلبة وكذلك للعالمات وأعضاء المجالس العلمية، فكان هناك عروض قيمة جدا ومستويات رفيعة في النقاش وعرض الأفكار والنظر في ماضي العلماء المغاربة وحاضرهم وتنظيمهم الدقيق الآن انطلاقا من مؤسسة العلماء، وكذلك
المنتظر منهم في المستقبل في عملهم في أجل الوطني والحفاظ على ثوابته الدينية والوطنية. كما فتحت هذه الدورة التي كانت حول دور العلماء في المملكة المغربية أفاق البحث في مجال تكوين العلماء وشروط ومقومات العالم المغربي وضرورة انخراطه في واقعه، وكذلك العناية بالعالمة المغربية تكوينهن، لأن العالمة المغربية كان لها دائما دور كبير في نشر المعرفة الدينية القويمة في المجتمع، حيث أنها تقوم بنشر هذه المعرفة في بيتها وفي أوسط أبنائها وزوجها وإخوتها. فالمرأة المغربية كانت دائما فاعلا يعني نشيطا في مجال هذا النشر المعرفي للتدين الراسيين البناء الذي يقوم عليه ازدهار وتطور ونهوض الأمة. أكدت هذه الدورة السادسة من الموسم السنوي للمدارس العتيقة مصداقية ما تضمنته ديباجة تعريفها من أن العلماء المغاربة استطاعوا بفضل استيعابهم للخصوصية الوطنية والاجتماعية والبيئية المغربية وتعلقهم بالثوابت والخيارات الدينية والوطنية أن يسهموا في بناء نموذج متميز لعلاقة العالم بمجتمعه في سياق الفهم المغربي القويم لتدبير الشأن الديني باعتبار الشرع الرباني رحمة للناس لا عقاب لهم، وعاد التوجيه والإرشاد وسيلة لتذكير المسلمين بربهم مع اجتناب التنفير والتيئيس، مما أسهم في الحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة قديما وحديثا.